في سؤال ممكن مكرر وربما حضرتك اتسالته قبل كده، وهو لو انت كنت مدير فني للنادي الاهلي او برؤيه فنيه يا كابتن حسام، عندك محمد الشناوي وهذه الخبرات العظيمه جدا والقدرات الكبيره، وعندك مصطفى شوبير ومتالق جدا، والسؤال موجه فيما يخص النادي الاهلي وايضا فيما يخص منتخب مصر في المباراتين القادمتين، تختار مين؟ خاصه الاثنين، واحد عنده خبرات وترك الملعب وهو مصاب ومش وهو مستوى قليل، والتاني اللي هو مصطفى الشوبير ماشي في افضل مسيره ممكنه في الاداء. بص يا كريم، كل مرحله احنا هنتكلم من الناحيه الفنيه والناحيه المنطقيه، صحيح. كل مرحله وليها حساباتها. المرحله اللي مصطفى شوبير اضطر ان هو يحرز مرمى النادي الاهلي كان بسبب طبعا غياب الشناوي واصابه الشناوي. وفي نفس الوقت احنا كانت المرحله دي بنشوف النادي الاهلي بيستقدم حارس جديد وعاوز يتعاقد مع حارس جديد، وفي نفس الوقت في حيره ما بين ان هو يتعاقد مع حارس يبقى اضافه للي موجودين، وفي حيره ان هو يعتمد على مصطفى شوبير. النادي الاهلي خد القرار الصح وحصل توفيق كبير جدا، لان تولى حراسه المرمى مصطفى شوبير المميز، هو فعلا حارس مميز، ونتيجه القرار الصح ده طبعا احنا كسبنا حارس جديد، وكانت المرحله اللي لعب فيها شوبير هي فعلا القرار الصح، ان شوبير كان يتم الاعتماد عليه لان الشناوي غايب وعنده اصابه، في نفس الوقت لما عاد في الفتره الاخيره كان لسه ما لعبش اي مباريات، فبالتالي القرار الفني مره اخرى اتخذ بشكل جيد ان شوبير هو اللي يستمر نتيجه طبعا غياب الشناوي لفتره طويله. نفس الكلام ده هقوله بالنسبه لمنتخب مصر. الفتره دي ضيقه جدا، الشناوي لسه ما لعبش، لكن الشناوي حارس كبير، الشناوي حارس مميز، بعد ما تنتهي فتره منتخب مصر هيبقى الشناوي جاهز للمشاركه، وهيبتدي النادي الاهلي يفكر ازاي. طبعا الشناوي يشارك وده من الطبيعي ان الشناوي يشارك، لكن لازم يفكر في الحفاظ على مصطفى شوبير. مصطفى شوبير ادى بشكل جيد جدا، اصبح عندك حارس اخر كل الثقه ليه وتقدر تعتمد عليه دون اي تخوف، فبالتالي دي المرحله الى ما بعد انتهاء مباراتين المنتخب. لكن انا لو هفكر دلوقتي، مصطفى شوبير هو اللي عنده حساسيه المباريات، هو اللي لعب الفتره الاخيره، الوقت ضيق، واعتقد اذا حصل ان حسام حسن اعتمد على مصطفى شوبير يبقى هو ده قرار صح، ونتمنى له التوفيق. وبعد انتهاء المرحله دي اعتقد ان الشناوي هيرجع، ويبقى في مرحله ان الشناوي يشارك ومرحله الحفاظ على شوبير، هي دي مسؤوليه الجهاز الفني للنادي الاهلي. عظيم. هيبقى الشناوي هيشارك، لكن لازم تحافظ على مصطفى شوبير عشان اصبح عندك الان حارسين ممتازين. صحيح. طيب